يعد سرطان الثدي من الأمراض الخطيرة التي يسعى الأطباء لمكافحتها، واعتمد شهر تشرين الأول من كل عام للتوعية من مرض سرطان الثدي الذي يصيب نحو 2 مليون امرأة سنوياً. لذا تضيء أبرز مدن العالم باللون الوردي للتضامن العالمي مع النساء. ويعتبر سرطان الثدي من الأورام الخبيثة التي تصيب أنسجة الثدي، ما قد يتسبب في استئصاله. وينصح الأطباء بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، فهو الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها القضاء على المرض. يعتمد علاج هذا المرض على حجم ومكان الورم في الثدي وعمر السيدة المصابة ونتائج الفحوصات المخبرية. وتقدر نسبة الوفيات بسبب سرطان الثدي نحو 454 ألف حالة سنوياً. من أهم الأساليب العلاجية لسرطان الثدي التدخل الجراحي الذي يتمثل باستئصال الورم أو إزالة الثدي بالكامل، وتعريض الورم للأشعة السينية كعلاج مكمل للجراحة، والعلاج الكيميائي باستخدام أدوية قوية على شكل حبوب أو حقن في الوريد. ومن أهم النصائح للوقاية من سرطان الثدي استهلاك كميات كبيرة من الفواكه والخضروات